نروح شويه بعيد عن ده النادي طبيعي، الاهلي ونتكلم كلام عن مظبوط. المنتخبات، سواء المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، وخلينا نبتدي بالمنتخب الاول. القرعه اسفرت عن وجود مصر في مجموعه معظم الناس شافت ان الدنيا فيها حلو، والبعض قال لك لا مش حلوه للدرجه، ما تخمد ما ايه ما مش تأفورش. مريحين للدرجه. انت شايف ايه؟ لا طبعا، ما اعتقد ان ما فيش غير منتخب بوركينا فاسو اللي معانا، اللي هو نقدر نقول ان هو يعني يعني في نقدر حاجه نقول في اللي هو اللي هو يتعبنا شويه يعني. لكن كل المنتخبات، مع احترامي لكل الاسماء اللي موجوده المنتخبات يعني، لا اعتقد ان المنتخب المصري هو الفوارق التاريخيه والفوارق الفنيه والاسماء وكله، طبعا منتخب مصري في يتفوق بشكل كبير جدا. غير انه الراجل روي فيتوريا الحقيقه مدرب ذكي، مدرب شاطر، مدرب عينه حلوه، بيعرف يختار لعيبه وبيعرف يوظفهم بشكل كويس. وفي نفس الوقت الحقيقه يعني الحاله العامه بتاع المنتخب، 6 ماتشات لعبهم روي فيتوريا، مش 6 ماتشات، ب6 انتصارات يعني. فالحقيقه كمان لعيبه المنتخب انا اشعر، وطبعا الجمهور المصري اعتقد كده برضو، ان هو في حاله من الحب والود ما بين الناس اللي الكاست اللي او المجموعه اللي بيختارها في كل معسكر، ما بينها وما بين الراجل المدرب البرتغالي. وده اعتقد ان هو هينعكس ايجابيا على اداء المنتخب في التصفيات. لكن علينا ان احنا نحذر برضو يعني، ما نركنش الفكره ان احنا منتخب مستهونش مصر. يعني. طبعا يعني الثقه والقصص دي الحقيقه احيانا بيدفع الناس بتدفع ثمنها. هو هدف موجود، تصدر مجموعتك تروح كاس العالم. فيتوريا شغال من دلوقتي يكلف الجهاز المعاون بتاعه ان هو يجيب يعني مباريات للمنتخبات دي، بدا يدرسهم، بدا يعرف عنهم كل كبيره وصغيره من الان. الحقيقه هو الراجل حتى في اجازته في البرتغال لسه ما رجعش، لكن هو شغال على القصص دي. ولسه طبعا قبل التصفيات عندنا ماتش مع اثيوبيا، اثيوبيا كسبت 2-0، ده هيبقى تقريبا 9 سبتمبر في ملعب الدفاع الجوي. اعتقد انه الماتش ده طبعا خلاص احنا اتأهلنا افريقيا، لكن يبقى ان هو ماتش رد اعتبار أكيد. بالنسبه لنا يعني.